يا رب يا انك لطيف. شكرا يا رب انك اخذت حقي بسرعه. شغافه الحمد لله. بس العاده ما سلمان ماذا العاده ما تترك على الطقم لها الحشمه. اقول لك انت مايكك طافي يا طيب يا ابو معتذر. تدري متى لو عاد معتذرا لها الحشمه ولها التقدير. اهو اللي تنعطى الضيف لجانا من خلاص ما كثر ما اعطاني قصه وكنت امدح هذا على المشهى وجو الكيف الرجال يقول يجيها يجيها هذا لو عاد معتذرا اعطنا كم لها الحشمه ولها التقدير اللي ينعطى للضيف لجانا من بعيد وعندنا من حشمته حول لكن قلوبنا ما هي على المشهى وجو الكيف متى ما وده يجيها ويحسبها مثل اول مثل ما يعرف يودع ترى حنا نعرف نعيف ولو ان حجر ما يقول عمري قصر بعده يجعله يوم ما طول اول لا 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 دورك انت ماذا العاده معتذره في عينش اليمنى دعاذيع وفروق وفي عينش اليسرى عطيف الرماحي الخدبه غماز والعنق منتوق والموت بين قبالتش والمراحي لب القوام اللي كما لبز ملوق ولب ثمار اللي تزم الوشاح ان قلت ليش مشتاق قولي لي الشوق يزورني لك في مساي وصباح هي انت صالح ماذا العاده معتذره هذا لو عاد معتذره قلب معتذره يا طامر السامه ابويس تتكلم بالشين طلع عطنا بيات بالشعر بالشعر يلا لماذا عاد معتذرا انضم معنا يا رب يا رب افداش يلا ايش رايك بابيات ماذا لا عاد بديت سير ما فيها تسير بديت امش وبيش وهلش واخوانش وربعش وربعش وجماعتش شلش اذا لو عاد معتذرا بقول مرحبا بعد الغياب المر وش تبغى تجيني لا تحسب ان جيتك هذه كانت اللي منتظرها خل حالي كيفك انت اليوم يبشع غايبيني كيف قلبك من دموعي ذيك ولا ما ذكرها لا تمد يديك خل الحزن ما بينك وبيني وخل عينك في عيون الحزن لا ترفع نظرها حرم الله كفك الحساس عن رمضة يديني مثل ما حرم على الشيطان جنته ثمرها لا تغر لا يقول لا تحدك حرة اللي راح تطرد لا العيني والله انك غير تبطي وانت تلهث خلف ثرها جيت من قاع النهاية كيف تبغى تبتديني والمساري روحت من وقت ما عادك قمرها أنت من مبطي خذيت اللي يسدك من سنيني خل روحي تطوي الأيام وتجرب قدرها الله 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 عنده بعشق ماذا لو عاد معتذر ما جهز شيء بس يلا عاد معتذر لازم يقول بيني وبين الأرض 15 ميل سلام متربع من فوق متن الغمامة فكرت في الدنيا وشفت الغربي لا تلزمن والله مدري علامة الوضع جدا صعب بالحيل عفوك يا ربي وسلك الاستقامة كثر مشاهير العرب والمهابيل الله يستر تقوم القيامة دقيقة وش وين الاعتذار في الموضوع أشرب الاعتذار في الموضوع دحين قلنا لو ماذا العادم اعتذر أنا ما أبعتذر عن كل شيء إلا المهابيل إلا المهابيل ما عندك عندك يا نادر ماذا العادة نادر في العالم الموازي الحين عيد سألني عدلت لقى يقول لو عاد قلت الكرك نادر له الكرك وله المع وشو خلاص ماذا لو عاد علي والله عندي جواب عليه لا تجاوب شايفني مطب إلا شايفني مطب لا والله خلاص ماذا لو عاد معتذرا يا الشيخ مسفر عندي ايوه ماذا لو عاد معتذرا تفضل طلع بقول له اقلب وجهك رجع لف وجهك يا جاك الدور ما تكلم ايش مشكلتك وش قلت ايش قلت تشيرت سلمان ايش فيه هذا تشيرت سلمان يا ليل انا ما لبسته علشان تشيرت سلمان نفس تيشيرتي لبسته اليوم ورطتونه بس ماذا لو عاد معتذرا يا ابو شاك ابعذره واسامحه واستبيحه واقول لا عاد تعيدها مرة ثانية. ثانية. توست دوت كوم. عنده أبو علي علي يلا. توستي في أنت تخيل يمكنك نجاك. وتوست من رخيص بعد. بابا أرجع. أسلم. يقول لها الحشمة ولها التقدير اللي ينعطى للضيف لجانا من بعيد وعندنا من طيب تحول لكن قلوبنا ما هي على المشهى وجو الكيف متى ما وده يجيها ويحسبها. والله انت عيدها توست عد من تي تاريخ واحد مين يقول لها الحشمه ولها التقدير
اللي تنعطى للضيف لجانا من بعيد وعندنا من طيب تحول، لكن قلوبنا ما هي على المشهى وجو الكيف متى ما وده يجيها ويحسبها مثل أول مثل ما يعرف يودع ترى حنا نعرف نعي فلو إن عمري قصر بعده يجعله يوم ما طول. يا سلام. طيب عايض 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 عندي عندي انا عاد معتذره سكت بالحديان سو ما في لا يعود انا لو يعيد معتذرا وين يا عيال عيل الخير يا لا ترجع معتذر لا ترجع معتذر لا ترجع اطلع اطلع من الحياه اول من يجي اطلع من الحياه انت اللي انت اللي جيت انت اللي جيت لا تعود معتذر لا تعود بالزمزمي لا تعود على زمزمي لا تعود ماني معود معتذر اروح هني يا سلام ابو عشق ايش الكشخه هذه يا رح بارح بارح انا يا ولد يا ولد يا ولد ابو عشق الله يسلمك خلنا سالم اسفر خلنا سالم اسفر على طول جاوب ماذا لو عاد معتذرا ماذا لو عاد معتذرا في بيت قصيده ولا بكلام ولا بكلام اعتذر واللي لك عذرك يمشي ايش ما يدقك في العذر بين الولايف ما تعودت اترجى وترجى لا تهملني تاكل كل حشايف بس صح صح مسفر كل شيء فيك زين الا الختمه طيب ابو عشق لما تختم عطني حاء انك ختمت ختمت طيب خلاص هذا القصيده وداخلين جو مع القصيده وش يسوي؟ اي اسلم ابو عشق ابو عشق هو بيت ختام قفله القصيده يبين يلا اسلم لو عاده معتذر يجاوب على لو طيب ماذا لو عاده معتذر؟ اثر المفارق والهوى والتناهيت يا سلام ثلاث من جرح الطعون استدارت والعام يوم انه بغاني وانا جيت فرصه ولكن ما اغتنمها وطارت صارت يا سلام العب العب